بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنشرح المحاضرة الثانية من مادة الحاسب الآلي، وهنا هنشرح أشكال العرض لنظم التشغيل. وأشكال العرض لنظم التشغيل ثلاثة: الأولاني هو العروض الخطية، الثاني هو العروض باستخدام الرسوم، الثالث هو العروض باستخدام القوائم. العروض الخطية، ودي اللي بيتم فيها استخدام لوحة المفاتيح، ومن عيوبها ضرورة تدريب المستخدم على حفظ الأوامر لنظم التشغيل ومعرفة بعض المصطلحات الإنجليزية حتى تستطيع كتابة الأوامر. العروض باستخدام الرسوم، ودي اللي بتستخدم فيها الفارة بدل لوحة المفاتيح، وده بيتميز بسهولته. العروض باستخدام القوائم، ودي اللي بيتم فيها استخدام مفاتيح الأسهم لحركة المؤشر على لوحة المفاتيح، ويتم اختيار أحد الخيارات المعروضة بشكل قائمة على شاشة العرض. نظام العروض الخطية ده هو اللي بيتم فيه استخدام الكيبورد فقط، زي الناس اللي بتستخدم نظام الدوس سابقا في الويندوز، أو الناس اللي بتستخدم نظام الأوامر في لينكس أوبونتو، او الناس، ودول يعتبروا الاشهر والموجودين حاليا، اللي بتستخدم الكيبورد في موضوع البرمجة. ويعتبر نظام العرض باستخدام الرسوم والقوائم افضل من العروض الخطية والرسومية للاسباب الاتية: واحد، لانه سهل الاستخدام او لسهولة استخدامه. اتنين، لسهولة استخدام الفارة والاسهم. 3، لسهولة تبادل المعلومات او استخدام اكثر من برنامج واحد. 4، لانه لا يحتاج الى تدريب على اوامر خاصة بكل تطبيق. نيجي بقى لامثلة على انظمة التشغيل الشائعة. المثال الاولاني رقم 1، نظام الدوس، وده اللي بيستخدم العروض الخطية. 2، نظام الويندوز، وده اللي بيستخدم العروض بالرسوم. 3، نظام يونكس، ويعتبر النظام ده افضل من الانظمة السابقة للاتي: 1، انه بيتم استخدامه مع جميع انواع الحاسبات. 2، يقدم امكانية البرمجة المتعددة المهام. 3، لانه بيحتوي على نظام امني لحماية المستندات، وهذا النظام يستخدم اسلوب العروض الخطية والرسوم. ونظام يونكس للي ما يعرفوش، ده نظام مفتوح المصدر، عمله مجموعة من المطورين المتطوعين بشكل مجاني للحد من سيطرة برامج التشغيل الأخرى على سوق الحاسبات. وبعد ما اتكلمنا عن أشكال عروض أنظمة التشغيل، تعالوا نعرف كل مكونات الحاسب بشكل إجمالي، ونقول إن الحاسب بيتكون من مكونات داخلية ومكونات خارجية. المكونات الداخلية هي: 1، زي ما عرفنا، وحدة المعالجة المركزية CPU. نضيف عليها معلومة تانية جديدة، وهي: 2، اللوحة الام او المذربورد. 3، الذاكرة او الميموري. 4، الكورس الصلب او الذاكرة الرئيسية او وحدة التخزين الرئيسية. 5، منافذ الاتصال. 6، وحدة تشغيل الأقراص المدمجة. 7، وحدة تشغيل الأقراص المرنة. 8، وحدة الطاقة الكهربائية. يبقى احنا كده عرفنا ان المكونات الداخلية للحاسب الآلي هي: 1، المعالجة المركزية او البروسيسور. 2، اللوحة الام او المذربورد. 3، الذاكرة او الميموري. 4، القرص الصلب او اللي هو يعتبر الهارد ديسك. 5، منافذ الاتصال اللي هي السيريال بورتس. 6، وحدة تشغيل الأقراص المدمجة اللي هو جهاز CD أو جهاز DVD. 7، وحدة تشغيل الأقراص المرنة اللي هو الجهاز اللي بيشغل الفلوبي ديسك. 8، وحدة الطاقة الكهربائية اللي هو الباور سبلاي. والمكونات الخارجية هي: لوحة المفاتيح رقم 1، 2، الماوس. 3، الطابعة. 4، الاسكانر. 5، الشاشة، ممكن تضيف عليها 6، مضخم الصوت او السبيكر. وبعد ما عرفنا المكونات الداخلية والخارجية للحاسب الآلي، تعالوا بينا نعرف شوية معلومات مبسطة عن المذر بورد والميموري.
اولا المذر بورد، تعتبر المذر بورد لوحة دوائر مطبوعة رئيسية في نظام الكتروني معقد مرتبط بها مباشرة ما يسمى بالمعالج الصغير، ويتصل بها اجزاء اخرى مثل الوسائط الخارجية، الطابعات والمسحات اللي هي السكانر، وشاشات المراقبة. والماذر بورد او البورد دي موجودة في جميع الاجهزة الالكترونية، يعني لو حد فيكم شاف اي جهاز الكتروني من الداخل هيلاقي فيه لوحة كده لونها اخضر، هي دي الماذر بورد او دي البورد، ودي موجودة في كل الاجهزة من ثلاجات، تلفزيونات، اي اجهزة بتعتمد على الذكاء الالكتروني حتى لو البسيط هتلاقيها بتستخدم الدايرة دي او اللوحة دي. نيجي بقى للميموري او الذاكرة، ودي المقصود بيها اجراءات غير ظاهرة ينشأ عنها الاحتفاظ بالبيانات بشكل دائم او مؤقت، ودي بتنقسم لقسمين، الاولاني ذاكرة القراءة فقط او الروم. والذاكرة دي زي ما هو موضح في الصورة كده، هي ذاكرة تصمم من قبل الشركة الام، وتحتوي على برامج تشغيل الحاسب وبرامج التعرف على الأجهزة الموصولة بالحاسب، وهي لا يمكن حذف المعلومات التي بداخلها. ده معناه ان دي ذاكرة بتبقى موجودة بشكل دائم على اللوحة الأم، ودي بتحط فيها او بيتطبع عليها كل البرامج الخاصة بالتشغيل. البرامج اللي بتبقى موصولة بالحاسب بتتعرف عليها، والبيانات او المعلومات الموجودة على الذاكرة دي لا يمكن حذفها باي حال من الاحوال. وبكده نكون انهينا المحاضرة التانية لمادة الحاسب، اتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومات بشكل كافي، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها بشكل كويس.